لو الحكايه فيها ان فيتو. اوكي هنجرب حاجه تانية مع بعض، هستعملكم انتوا الاثنين. اوكي اتفقنا مع بعض على حاجه عشان الناس في المشاهدين ممكن تكونوا متفقين مع بعض، اتفقنا مع بعض على حاجه. قلت انت فكرت في رقم او صوره او اي حاجه او لا؟ لا اكيد اتفقت معاك على حاجه. متاكد؟ مبتسم انت؟ ماشي. اوكي انا جوه الظرف ده في ورقه، مش هوريك ايه المكتوب بس في ورقه جوه، شايفينها ايه؟ ورقه. امبارح وانا نايم، خلاص في دلوقتي، امبارح وانا نايم صحيت من النوم كده، قبل ما بصحى من النوم كده بالليل صحيت حسيت ان هقابلكم النهارده. طبعا عشان انا عارف ان هقابلكم النهارده بس مش عارف هقابل مين شخصيا معين، بس انا حسيت ان انا الشخص اللي هقابله ده هقول رقم من 2 ديجيتس، فانا هجرب معاكم انتوا الاثنين. هوفلي انتوا الاثنين هتقولوا صح الرقم. رقم 2 ديجيتس يعني رقمين، رقم من 1 من سوري من 10 ل 99. اي رقم من 10 ل 99 رقمين يعني، فاهم؟ رقم ورقم. رقم واحد ورقم واحد، مش 20 و50 مثلا، من 10 ل 99 رقم. انت هتقولي رقم وهقول رقم. انا صحيت من النوم لقيت قلم ورقه، قلم رصاص ولا ورقه، كتبتها بسرعه وحطيتها جوه التانيه جوه المحفظه بتاعتي. اي رقم يجي في بالك، فكر في رقم في بالك. من 10 لغايه 99. فكر في الرقم بتاعك كويس، ما تقوليش قوي، فكري. فكرت. اوكي فكر في رقم. لا مش انت، هي تقريبا هي. فكر في رقم. اوكي غير الرقم بتاعك لرقم تاني. غير الرقم تاني. فكر، هي مخها بتفكر معايا كويس. فكر في رقم تاني. بس بتحاول تفكر في نفس الرقم بس بطريقه مختلفه شويه بس. اوكي تمام. اوكي لاول مره، لاول مره قدام الكاميرا. علي صوتك بس عشان المايك بيك اب. الرقم بتاعك ايه؟ الاول؟ رقم، لا مش اول، تاني رقم اللي انت لقيتيه دلوقتي. 50. في طريقه معينه اقنعتك تنقي رقم 50؟ من نفسك صح؟ كان ممكن تنقي رقم في الاول كان فردي صح؟ ولا زوجي برضه؟ سوري كان قصدي زوجي ولا كان فردي دلوقتي؟ فردي، كان زوجي في الاول. الرقم الاول كان فردي. فردي. اوكي وبعد كده قلت لا زوجي، بعد كده رجعت تاني فردي ل 50. الاثنين فردي. اوكي ماشي، انت كنت فاكر في زوجي صح؟ اوكي ده صحيح. قلنا ايه؟ الرقم الثاني 50. مش 51 او 52، الرقم الاولاني كان ايه؟ 70. اوكي عندك حاجه مع الرقم 0؟ تحبي انت رقم دايما دغري، مش عايزه حاجه 35 75 يعني؟ ماشي مش عايزك. اوكي افتح دخل صباعك، سد واحده بالراحه بس ما تقلبهاش، شدها. قلنا رقم ايه؟ 50. شوف كلمه مكتوبه هنا ايه؟ انا كده برضو نفس الرسمه اللي جاتني برضو انا ما رقمتهاش. 50 باينه ايه؟ ايه؟ لا ساحر. لا مش الفكره. انا عملت حاجه كنت متاكده ان هو يقول لي الرقم التاني. اوكي ايه بقى؟ انت رايح؟ لا 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 مش القصه. المره الاولانيه انا ما وصلت يعني مش عارفه مصر. اوكي المره الثانيه حسيت انك بتاهلني ان انا اقول 50. اوكي طب ايه اشرحي لي ده يا مصطفى؟ لا في حاجه. طب قولي قولي اللي عندك. قولي عايزه اقول له حاجه. لا نشرح ده. اداني اشاره ان 50. بص انا وانا بس في عينك انا حسيت ان انا غصب عني ببص لك، يعني مش عارفه اعمل كده ولا كده. في حاجه اوكي قلت لي بصي لي. انا بعرف اشد الشخص نفسه يركز معايا، انا بعرف اعملها دي. يعني لقيت كده انا مش عارفه. دي مهاره بتيجي مع التدريب، انت مع التدريب من كتر ما تجرب كتير كل ما تحاول كتير كل ما هتيجي تقدر تتحكم على يعني زي حاجه اسمها ان ال بي ابراهيم فكر كان بيع اللي هو النيوتك ساينس لانجوج مش عارف اسمها ايه ان ال بي لانجوج بروجرام نيوتك لغه الاعصاب بتاع البيزنس مان دايما لما يجي يتكلموا مع بعض سلام عليك بطريقه معينه سلام معاك ممكن تلاقي شد انتباهك من اول لحظه اصل لو قطعت اي كونتاكت عنك خلاص انت كده مش هتبقى مهتم عشان كده على قد ما اقدر احاول لما اتكلم مع شخص نفسه بركز معاه دايما كنت مركز معاك بعد كده قلت له لا خلاص خليك على جنب ركز معاكي مش بكلمك وبص مثلا للكاميرا وبص لا مركز معاك انت. طيب ده ليه علاقه بالتنويم المغناطيسي؟ بص التنويم المغناطيسي التنويم المغناطيسي نفس الفكره برضو بس التنويم المغناطيسي بيشتغل لو انت عايزه تنامي تنويم مغناطيسي بجد يعني دايما بيطلع يقول لك يجيب لك مثلا دايما ماجيشن وحد تاني يقول لك نام ونام بقى يقول لك رقم بطاقه ده مش تنويم مغناطيسي ده في مصر هنا بيقول لك عليه الاكت ده او العرض ده مش تنويم مغناطيسي خالص. التنويم المغناطيسي باخدك في ستيت او اندكشن بطريقه معينه تريلاكس خالص بتبقى اعصابك كلها وعضلاتك وجسمك كله ريلاكس خالص وبتعمل الحاجات اللي انا عايزك تعملها بس مش هخليك تعمل حاجه انت مش عايز تعملها فاهم الفكره؟
يعني اقول لك مثلا يعني مش هقول لك مثلا نط من الشباك هتقوم تنط من الشباك يعني نو واي فهو مش هو مش هيعملها وانا مش هقدر اعملها معاك. غيب العقل تماما. لا ما بغيبش عقل انت عقلك بيبقى مركز بس بيبقى مركز معايا انا وبيخليك تخش عارف اللي هو ايه. هو لو مثلا تخيل انت رايح مثلا بلد نفسك تروحها فهتتخيل انت رايح البلد دي بس انت نايم بتحلم مثلا في حاجه انت عايزها تحصل لك فاهم قصدي او حاجه خايف منها هي يعني بتبقى دايما هي الفكره كده باخدك في ستيت اكنك ريلاكس خالص ما يخلينيش اقول حاجه مثلا جوايا. لا لا ما فيش حاجه. لا لا الافلام دي كلها كل ده اي كلام. لو امسك البتاع يقول لك نام كل ده اي كلام. يا جبنا دخلنا في منحى الافلام. الافلام قدمت الساحر على انه هو الرجل المخادع هو الرجل الكذاب هو الرجل كذا كذا. ده ما بيأثرش عليك انت لما تيجي تتعامل في اي عروض معينه او تخاف من نظره الناس ليك؟ بص في ناس بتخاف مني في ناس بتخاف مني كتير. لا ابعد عني انت مشعوذ انت مخاوي حد انت مش عارف ايه. في ناس بتخاف مني كتير. في ناس لا بالعكس في ناس كتير يعني الناس اللي بتخاف مني اقل من الناس اللي بتحبني فاهم قصدي. يعني لازم ايه ده ممكن توريني حاجه جديده دايما الناس قاعده تشوف حاجه ما شافهاش قبل كده. فالساحر نفسه دايما بيطلع بفكره هو ايه عنده قوه خارقه او يقدر يقرا افكار بجد. كل اللي بعمله ده كله ده دراسه علم نفس فاهم يعني سايكولوجي وخفه يد وفي جاسنج طبعا رهيب. يعني انا قاعد اجاس لو مثلا اقول لك ايه كنت اجرى مع بعض حاجه فكر فرقم مثلا من 1 ل 5 بسرعه في عقلك كل فكر فرقم في بالك 90% من الناس لا رقم 3 حاجه سايكولوجيكلي لو تقدر تفكر فيهم بسرعه. انا خدت 2 مش مشكله عادي بس مش كل الناس بس 90% من الناس تبقى رقم 3 لازم تفكر فيهم بسرعه. لو تقدر تفكر فيهم بسرعه هيبقى رقم لون من اللونين دول حتى المشاهدين ممكن يجربوه في البيت يا احمر يا ازرق دايما ايه دايما كده احمر. لو تقدر تفكر في رقم زي ما عملت لك معاك من شويه تقدر تفكر في رقم مثلا من 1 ل 50 اوكي بس الرقم اللي انت هتفكر فيه ده يبقى 2 فردي رقمين رقم اولين رقم الثاني فردي فاهم ورقمين مختلفين عن بعض مش نفس الرقم 90% تبقى 35 او 37. طب مصطفى حكايه القطع اللي بنشوفها دي والكلام كله ده خداع بصري والدراع اللي بيتشال وبعد كده يروح عامله ويرجع تاني ده بنشوفه. انا مش هقدر اخش في يعني في ديتيلز قوي عشان الحاجات دي بتبقى مكلفه جدا وعايزه ما ينفعش احرق. حركه زي دي مثلا ممكن تتكلم مثلا 10000 دولار حركه زي دي بسيطه جدا بس عشان ليها حقوق ملكيه بتاع واحد من بره هو اللي مؤلفها بطريقه معينه ببيعها للناس فانا ما ينفعش احرقها ازاي بس هي في نفسها بتبقى الصناديق دي ليها هي السر في الصناديق نفسها فاهم قصدي؟ هي ليها طريقه معينه معموله بطريقه معينه هي اللي بتدي الخداع البصري اللي هو كانه اتقسم بجد او مثلا اختفى بجد تبقى كده. طب انا لو معايا كوتشينه تمام غير اللي معايا بتقدر تطبق نفس اي كوتشينه ما تطبق في اي كوتشينه عادي. لو معاك كوتشينه دلوقتي هتقلي واوريك حاجه مش بالضروره الورق اللي معاك او الكوتشينه اللي معاك. لا مش هتفرق اي كوتشينه عادي هي بس الكوتشينه بس اعملها دايما بفضل الكوتشينه تبقى ناعمه مش عايز اعمل مثلا حركات فاهم قصدي؟ عايز تتسحب بسرعه اعمل حركه مثلا زي كده. لو معايا كوتشينه وكنت بتشتغل عليها اي كوتشينه عادي اي كوتشينه. ليه؟ الحركه دي عايز اصورها وانت بتعملها. كده افردها على الترابيزه ولا ايه؟ اه مش بالزحله قوي فليها تلبس كده زي بتفكر تعمل مدرسه للسحر؟ انا حاليا بص كمدرسه هتبقى صعبه عايزه اجراءات وعايزه مكان وعايزه شغل. انا حاليا شغال ككونسلتنت اونلاين اول ما بسافر بقابل يعني دايما بركز على ماجيشنز اللي هم دارسين اوريدي بس عايزين يحسنوا الموهبه بتاعتهم اول يعني مثلا يطلعوا مثلا في برنامج تلفزيون مثلا يعملوا ايه فبديهم مثلا تيبس وبديهم انفورميشن حاجات بسيطه كده تخليهم احسن واحسن.